زي ما قلنا ريست جوينت ده نوعها سينوفيال اليبسويد فرايتي، يعني تقدر تعمل فليكشن واكستنشن وابدكشن، يعني تبعد الارم عن البودي، وادكشن تقرب الارم من البودي. فعشان تحصل فليكشن اللي هي الحركه دي، فليكشن كوزد باي فليكسور كارباي رادياليز فليكسور كارباي النارس. الاكستنشن اللي هي اكستنسور كارباي رادياليس لونجس وبريفيس واكستنسور كارباي النارس، يعني الفليكشن بكل الفليكسورز والاكستنشن بكل الاكستنسورز، بس بنميز ما بينهم فليكسور وكارباي رادياليس والنارس واكستنسور كارباي رادياليس لونجس وبريفيس وايه النارس. لو عايز ابعد الريست بقى او ابعد الهاند عن البودي اللي هو بيسموها الابدكشن، الابدكشن بالفليكسور كارباي رادياليس والاكستنسور كارباي رادياليس. عايز اعمل ادكشن اقرب الريست ناحيه البودي او الهاند ناحيه البودي، يبقى الفليكسور كارباي النارز والاكستنسور كارباي ايه النارز. السيركم دكشن لعمليه اللفه ديت، دي بتتم اوكير عباره عن فليكشن وابدكشن واكستنشن وادكشن ورا بعض ان سكسيشن، تيز فليكشن وابدكشن واكستنشن وادكشن ان سكسيشن.